السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الثانوي، هنكمل مع بعض حل دليل التقويم، وما زلنا مع الباب الأول، ونبدأ بأسئلة خامسة. أول سؤال في خامسا: يصعب اختزال أيون الحديد الثلاثي لأيون الحديد الثنائي، بينما يسهل اختزال أيون المنجنيز الثلاثي إلى المنجنيز الثنائي. وممكن يغير في صيغة السؤال، يقول لي علل: يسهل أكسدة الحديد الثنائي إلى حديد ثلاثي، بينما يصعب اختزال أيون المنجنيز الثلاثي إلى أيون المنجنيز الثنائي. الأول عشان أعرف الأيون بيبقى أكثر استقرارا في أيونات في مركباته إمتى؟ لما يبقى المستوى دي فارغ، أو المستوى دي في خمسة يعني نصف ممتلئ، أو المستوى دي في عشرة يعني ممتلئ تماما. فلو اتكلمنا على الحديد، الحديد عدد الذر 26، توزيعه أرجون 18 4 S2 3 دي 6، ده الذر. الحديد ليه نوعين شهيرين من الأيونات اللي هو ثنائي وثلاثي. ثنائي، حديد الثنائي لما يكون خرج الاثنين الكترون بتوع الاس، يعني هيبقى التوزيع أرجون 18 4 S0 3 دي 6. والحديد الثلاثي أو الحديديك يكون خرج 3 الكترون، 2 من الاس و1 من الدي، يعني هيبقى أرجون 18 4 S0 3 دي 5. هنخرج 3 الكترون، 2 من الاس، يبقى اس فيها 0، والالكترون الثالث يخرج من الدي من السته دول، وبالتالي الدي هيبقى فيه 5. فبالنسبه للحديد الثنائي ليه ايونين، ايون ثنائي، الحديد ايون ثنائي وايون ثلاثي. طب المنجنيز 25، التوزيع بتاع الذره بتاعته ارجون 18 4 s2 3 دي 5. المنجنيز غير الحديد، الحديد ثنائي وثلاثي، لكن المنجنيز فيه ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي وسباعي. بس هنا بيكلمني في السؤال عن الثنائي والثلاثي. المنجنيز الثنائي بيبقى خرج 2 الكترون بس من الاس، يعني توزيعه هيبقى ارجون 18 4 s0 3 دي 5 زي ما هي، ما جناش عندها. والمنجنيز الثلاثي هيبقى ارجون 18 4 s0 3 دي 4، لان انا هخرج 3 الكترون، 2 من الاس و1 من الدي. فنبص على المنجنيز والحديد، بتلاقي المنجنيز الثنائي بيبقى دي نصف مكتمل. ودي تفيدنا في ايه؟ قال لي تفيدنا ان ده اكثر استقرار. فعشان احول المنجنيز الثنائي الى ثلاثي من 2 ل 3، يعني هزود عدد التاكسد، يعني هعمل اكسده، هيبقى صعب. يصعب اكسده المنجنيز الثنائي الى ثلاثي، لان المنجنيز الثنائي اكثر استقرار، لان المستوى دي نصف مكتمل. طب لو هو منجنيز ثلاثي وعايز اخليه ثنائي، قال لي بعمل له اختزال، وده هيبقى سهل. ليه؟ قال لي عشان الثنائي اكثر استقرارا من الثلاثي، فسهل يتحول الغير مستقر الى مستقر. طب بالنسبه للحديد، الحديد الثلاثي بقى هو اللي اكثر استقرارا، لان المستوى دي هنا نصف مكتمل. فعشان احول ثنائي الى ثلاثي اعمل اكسده، وده سهل، لان انا احول غير مستقر الى مستقر. لكن عشان احول ثلاثي الى ثنائي يبقى هعمل اختزال، وده صعب. ليه؟ لان انا احول المستقر الى غير مستقر. فاجابه السؤال باختصار: يصعب اختزال ايون الحديد الثلاثي الى ثنائي، لان الحديد الثلاثي اكثر استقرارا حيث ان المستوى دي نصف مكتمل. يسهل اختزال ايون المنجنيز الثلاثي الى ثنائي، لان المنجنيز الثنائي اكثر استقرارا لان المستوى دي نصف مكتمل. السؤال الثاني: العزم المغناطيسي لأيون المنجنيز MN موجب 2 أكبر من العزم المغناطيسي لأيون الحديد موجب 3. إيه هو العزم المغناطيسي؟ العزم المغناطيسي ده يعبر عن عدد الإلكترونات المفردة. فين؟ قال في المستوى دي، مش في S، في الدي. فكل ما كان عدد الإلكترونات المفردة في المستوى دي أكبر، كل ما كان العزم المغناطيسي أكبر. فالإجابة في السؤال، لما يقول العزم المغناطيسي لأيون المنجنيز الثنائي أكبر من الحديد الثنائي، أقول له عشان عدد الإلكترونات المفردة في المستوى دي في أيون المنجنيز الثنائي أكبر. لكن لما يجي يقول لي طب مين فيهم أكبر، ما يجيبش علل، لا، يقول لي مين فيهم أكبر في العزم المغناطيسي. في الحالة دي لا، لازم أنا أوزع كل أيون من دول، ولاقي الأيون اللي عنده إلكترونات مفردة في المستوى دي أكتر، هيبقى هو اللي عنده عزم مغناطيسي أكبر. ثلاثة: عنصر الحديد يختلف عن العناصر التي تسبقه في السلسلة الانتقالية الأولى في حالات تأكسده. طب هي السلسلة إيه أصلاً؟ قال السلسلة هي الإسكانديا، تيتانيا، فانديا، كروم، منجنيز،
حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، خرسين. دي السلسلة وليست العناصر الانتقالية. لو هنخرج الخرسين بقى كده عناصر انتقالية. الحديد يختلف عن العناصر التي تسبقه. ادي الحديد مش زي اللي قبله. في ايه؟ في حالات التأكسد. ازاي؟ قال الحديد حالات التأكسد بتاعته 2 و3 فقط، وهو عنده في غلاف التكافؤ اصلا 8 الكترون، لان غلاف التكافؤ 4s2 3d6 عنده 8 الكترون بيخرجوا من اس الاول وبعدين الدي. طب ما كده لو خرج كل الالكترونات اللي عنده في اس ودي هيبقى عنده موجب 8، زي ما المنجنيز لما يخرج كل الالكترونات بيبقى اقصى حاله تاكسد موجب 7، والكروم اقصى حاله تاكسد موجب 6. هو ما بيعملش زيهم، ان ما بيخرجش كل الالكترونات بتاعت الاس والدي، لكن كل العناصر اللي قبله بتوصل لاقصى حاله تاكسد بخروج الكترونات اس والدي الا الحديد. الحديد بيختلف عن اللي قبله. فاجابه السؤال بتبقى ازاي؟ اقول له لانه لا يصل لاقصى حاله تاكسد له بخروج جميع الكترونات اس ودي عكس ما يسبقه من العناصر. السؤال الرابع، العناصر الانتقاليه ملونه لكنها عديمه اللون في بعض مركباتها. ده سؤال عام. عموما العنصر بيبقى ملون او الايون، يعني سواء العنصر او الايون في مركباته بيبقى ملون ويبقى بارامغناطيسي في حاله ما يكون المستوى دي فيه الكترونات مفرده. فلما يقول لي العناصر الانتقاليه ملونه في بعض المركبات وعديمه في مركبات اخرى، اقول له ملونه عندما يكون المستوى دي به الكترونات مفرده، وعديمه اللون عندما يكون المستوى دي لا يحتوي على الكترونات مفرده، يعني يكون المستوى دي مليان او فاضي. زي مثلا الاسكنديوم ما عندوش مركبات ملونه لان دايما المستوى دي بيبقى فاضي او فارغ. السؤال الخامس، بالرغم من ان الاسكنديوم عنصر انتقالي إلا أنه لا يكون مركبات ملونة على الإطلاق. لسه قايلينها في السؤال الرابع. الإسكنديوم عدد الذري 21، توزيعه أرجون 18 4s2 3d1 أدي ال 21. ما عندوش غير حالة تأكسد واحدة بس، اللي هي كام؟ هي موجب 3. موجب 3 دي بتحصل إزاي؟ يخرج الاتنين إلكترون بتوع الإس والإلكترون بتاع الدي، يعني بيبقى الإس فاضي والدي فاضي، وبالتالي الإسكنديوم في مركباته بيبقى غير ملون وبيبقى كمان ضايع مغناطيسي. ليه؟ لان المستوى دي في جميع مركباته بيبقى فارغ، يعني لا يحتوي على الكترونات مفرده. 6، مركبات ايون النحاس الاحادي مركبات ضايع مغناطيسيه، بينما مركبات ايون النحاس الثنائي مركبات بارا مغناطيسيه. هو النحاس اصلا عدد الذري 29، توزيعه الكتروني ارجون 18 زي ما متعودين 4s1 3d 10. ادي التوزيع بتاع ذرة النحاس. ففي نحاس احادي وفي نحاس ثنائي. احادي يعني خرج الكترون واحد وبيخرج طبعا من المستوى اس، فيبقى توزيعه 4s ارجون 18 4s 0 3d 10. اما النحاس الثنائي هيخرج 2 الكترون، يعني واحد من الاس اللي موجود في اس وواحد من الدي، وبالتالي هيبقى ارجون 18 4s 0 3d 9. لو بصينا على النحاس الأحادي بتلاقي الدي مليان، مليان يعني قال لي يعني المركب ده اللي هيبقى النحاس فيه أحادي هيبقى غير ملون وهيبقى كمان ضايع مغناطيسي، دايما الغير ملون مرتبط بالضايع مغناطيسي لأن الاتنين يعتمدوا على نفس السبب. أما النحاس الثنائي الدي مش مليان ومش فاضي، وأنا عارف الدي طالما فيه إلكترونات من 1 لـ9 مش 10 ومش 0، من 1 لـ9 يبقى إذا الدي عنده إلكترونات مفردة، وطالما عنده الكترونات مفرده هيبقى المركب ده ملون وهيبقى المركب ده بارا مغناطيسي. فلما يقول لي النحاس الاحادي ضايع مغناطيسي اقول له لان المستوى دي ممتلئ تماما، بينما النحاس الثنائي بارا مغناطيسي اقول له لان المستوى دي يحتوي على الكترونات مفرده. السؤال رقم 7، عدد التاكسد موجب 8 لا يتواجد في عناصر المجموعه الراسيه التامنه. المجموعه التامنه اللي هي راسها كده هي 3 صفوف، احنا عارفين 3 صفوف راسيه، حديد وكوبالت ونيكل. الثلاثة دول مع بعض اسمهم بكل عمود، يعني الحديد بمجموعته والكوبالت بمجموعته والنيكل بمجموعتها اسمهم المجموعة التامة. المجموعة دي وبالأخص الحديد لا يصل لحالة تأكسد يخرج فيه جميع الإلكترونات الإس والدي. طب الحديد أصلا عنده إس فيه 2 والدي فيه 8، الدي فيه 6، فلو خرجوا الاتنين والستة اللي هم التمانية، يعني لو خرجوا هيبقى عنده حالة تأكسد موجب 8 بس ده ما بيحصلش،
فما بيحصلش ليه؟ لعدم خروج الكترونات اس والدي كلها. يبقى الاجابه باختصار لان عناصر المجموعه الثامنه لا تعطي حاله تاكسد تدل على خروج جميع الكترونات المستوى اس ودي. 8 عند تسخين كبريتات حديد ثنائي يتكون اكسيد حديد ثلاثي. كبريتات حديد ثنائي لما بنسخنها احنا عارفين المعادلات بتاعتها بيدينا اكسيد حديد ثلاثي وثاني اكسيد الكبريت وثالث اكسيد الكبريت، وده مخالف للقاعده دايما اللي بتقول ان الثنائي يعطي ثنائي والثلاثي يعطي ثلاثي، دي قاعده احنا عارفينها. فمركبات حديد 2 لما تتفاعل تدي على طول مركبات حديد 2، ومركبات حديد 3 لما تتفاعل تدي مركبات حديد 3. ده خلف عن القاعده. الحديد هنا 2 ثنائي كبريتات حديد ثنائي، الحديد هنا ثلاثي كبريتات حديد ثلاثي. والسؤال بيقول لي ليه بتدي اكسيد ثلاثي؟ المفروض تدي اكسيد ثنائي، يعني المفروض تدي اف اي او. اقول لك ده اللي بيحصل اصلا في الاول. ازاي؟ ان الاف اي اس او 4 لما بتنحل بتدينا اكسيد حديد ثنائي وثالث اكسيد الكبريت. دي المعادله الاصليه، بس احنا بناخد المعادله النهائيه. طب المعادله النهائيه حصلت ازاي؟ حصلت كالاتي: اس او 3 ده الغاز اللي طالع ثالث اكسيد الكبريت، جزء منه اس او 3 جزء منه بينحل بالحراره بتاعه التسخين دي ويتحول الى اس او 2 واكسجين، يعني يطلع منه ذرات اكسجين. الاكسجين اللي طلع تاكسد الحديد الثنائي هنا الى حديد ثلاثي ويدينا الشكل اللي احنا عارفينه. طب الاجابه هقولها ازاي؟ هقول له لان ثالث اكسيد الكبريت ماده مؤكسده تؤكسد اكسيد الحديد الثنائي الى ثلاثي، يبقى اذا هو هنا مشي مع القاعده في الاول، ادى ثنائي عادي خالص، يعني القاعده مظبوطه ما فيهاش حاجه. كل اللي فيها ان المركب الثاني اللي طالع معاه اللي هو ثالث اكسيد الكبريت انحل جزء منه الى ثاني اكسيد الكبريت والاكسجين اللي طلع اكسيد اكسيد الحديد الثنائي الى ثلاثي. السؤال التاسع: سهوله فصل خليط من براده الحديد مع مسحوق الخرسين. يعني انا عندي براده حديد مخلوطه مع خرسين، حديد وخرسين مسحوقين يعني بودره ومخلوطين ببعض، وبيقول لي سهوله فصلهم. دي سهله جدا. ليه؟ قال لي اعتمادا على ايه؟ على الخاصيه البارامغناطيسيه. الحديد لو وزعته هتلاقي الدي فيه 6 الكترون، يعني عنده الكترونات مفرده، يعني ماده بارا مغناطيسيه، يعني تنجذب للمغناطيس. الخرسين لو وزعته هتلاقي الدي فيها 10 ممتلئ، لانه عدد الذر 30 هيبقى ارجون 18 4 اس 2 3 دي 10، يعني ممتلئ، يعني ماده دايا مغناطيسيه. وبالتالي لو قربت مغناطيس لهذا الخليط الاقي براده الحديد تلزق او تنجذب الى المغناطيس وتتبقى برادة الخرسين بدون انجذاب، يبقى كده انا قدرت افصلهم بالخاصية المغناطيسية. طيب هجاوبها ازاي؟ هقول اعتمادا على الخاصية المغناطيسية، حيث ان الحديد مادة بارا مغناطيسية تنجذب للمغناطيس، والخرسين مادة دايا مغناطيسية لا تنجذب الى المغناطيس. السؤال 10: لا يفضل استخدام كل من عنصري المنجنيز والحديد في الحالة النقية. يعني عندك حديد نقي ومنجنيز نقي، ما ينفعش استخدمهم في الصناعه او في اي متطلبات صناعيه بحالتهم النقيه. امال بنستخدمهم ازاي؟ لازم احولهم لسبائك، يعني اضيف للحديد عناصر ثانيه واضيف للمنجنيز عناصر ثانيه عشان اديهم خواص مرغوبه. طب ايه اللي يمنع استخدامهم في صوره نقيه؟ اللي يمنع ان الحديد عنصر الى حد ما لين وهو نقي، لين نسبيا وهو نقي، وبالتالي لا يتحمل الضغط ولا يتحمل الصناعات اللي تحتاج قوه او صلابه. المنجنيز وهو نقي هش، هش يعني ايه؟ يعني سهل الكسر، اي طرق عليه ينكسر على طول. فالحديد نقي بيبقى لين، المنجنيز نقي بيبقى هش، لذلك ما ينفعوش استخدامه في الحاله ايه؟ النقيه، لازم يستخدمه في صوره سبائك. السؤال رقم 11: عدم تاثر سبيكه الحديد والكروم بحمض النيتريك المركز. انت عندك ثلاث عناصر، خد بالك، الحديد والكروم ومعاهم الالومنيوم. التلات عناصر دول منفردين، يعني كل واحد لوحده، أو مجتمعين على هيئة سبيكة، ما بيتأثروش بحمض النيتريك المركز. ليه؟ قال لي عشان سواء كل واحد لوحده أو في صورة السبيكة، لما بضيف عليهم حمض النيتريك المركز بيتكون على سطحه طبقة أكسيد، أكسيد حديد أو أكسيد كروم أو أكسيد ألمونيوم، طبقة أكسيد غير مسامية. يعني غير مسامية؟ يعني الجزيئات بتاعتها حجمها كبير، وبالتالي حصل تداخل بينهم وبين بعض، فما بقاش فيهم فراغات بين الجزيئات، يعني ما فيش مسامات.
غير مسامية، وبالتالي تحمي الحديد ان يكمل تفاعله مع الحمض او تحمي الكروم او تحمي الالومنيوم، وبالتالي يصلح الحديد والكروم والالومنيوم ايه ان هم يستخدموا في صناعة اواني لحفظ حمض النيتريك المركز. يبقى اجابتي هنا ايه؟ بسبب تكون طبقة اكسيد غير مسامية حجم جزيئاتها اكبر من حجم ذرات الفلز نفسه تمنع استمرار التفاعل. السؤال رقم 12، لا يكون الاسكانديوم مركبات يكون عدد تأكسده فيها موجب 4. السائلين الاسكانديوم 21، توزيع الكتروني ارجون 18، يعني كل المستويات دي مكتمل. 4s2 3d1، ليه حالة تأكسد واحدة فقط اللي هي موجب 3، ودي نتيجة خروج كل الكترونات الاس والدي، الثلاثة دول خرجوا وبالتالي هيبقى ليه حالة تأكسد موجب 3. قال طب لو احنا عايزين نخلي عنده حالة تأكسد موجب 4 مش موجب 3، قال لي في الحالة دي لازم تخرج الكترونات من 3b المستوى اللي قبليه، والمستويات اللي قبليه مستويات مكتملة، وبالتالي عشان اكسر مستوى طاقة مكتمل واخرج منها الكترون محتاج طاقة عالية جدا، لذلك لا يكون الاسكانديوم مركبات يكون عدد تأكسده فيها موجبين 4 لانه يلزم طاقة عالية لكسر مستوى طاقة مكتمل. السؤال 13، تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يعطي كلوريد حديد ثنائي وليس كلوريد حديد ثلاثي. ونقول كمان تفاعل الحديد مع الأحماض المخففة مش حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك يدينا أملاح حديد ثنائي ولا يعطي أملاح حديد ثلاثي، يعني حديد مع HCl، حديد مع H2SO4 بس يكونوا دايل يعني مخففين. قال لي سواء ده بيدينا ملح حديد ثنائي اللي هو كلوريد حديد ثنائي يطلع هيدروجين، وهنا يدينا كبريتات حديد ثنائي ويطلع هيدروجين، طب ما اديناش كلوريد ثلاثي وكبريتات ثلاثي ليه؟ عشان الهيدروجين اللي طالع ده عامل مختزل يختزل املاح حديد ثنائي الى ثلاثي. طب لو عامل مؤكسيد كان هيدينا ثلاثي، كان هيدينا مركبات ثلاثي. السؤال 6، وضح بالمعادلات الكيميائية الرمزية المتزنة كيف تحصل على الكربون من سبيكة له مع الحديد موضحا نوع السبيكة. اولا الحديد مع الكربون نوعين من السبائك مش نوع واحد. في حديد مع الكربون بتبقى سبيكة بين فلزية، ودي هي السيمنتايت F3C، ودي بتبقى مركب كيميائي، يعني خواص الحديد وخواص الكربون فيه مختلفة عن خواصهم وهم عناصر. في حديد وكربون خليط ودي سبيكة بينية، وهنا السؤال بيقصد السبيكة البينية وليس البين فلزية، لأن هنا عايز الكربون، هنا مش هقدر أحصل على الكربون. وخدها قاعدة، عشان أميز بين أي سبيكتين أو أحصل على عنصر من سبيكة استخدم حمض مخفف زي HCl أو H2SO4. فلما يقول لي ازاي تميز بين سبيكة وسبيكة هستخدم HCl في الغالب. ازاي يحصل على عنصر من سبيكة، يعني سبيكة من عنصرين أو من ثلاثة عايز اخد منها عنصر لوحده كده حر، هضيف برضو HCl. فبالنسبة للسبيكة اللي معانا اللي تتكون من حديد وكربون اللي هي البينية، عايز الكربون، قال لي بسيطة ضيف HCl يبقى حديد وكربون مع بعض زائد HCl. ايه اللي يحصل؟ الحديد هيتفاعل مع HCl المخفف وهيدينا كلوريد حديد ثنائي ويطلع غاز هيدروجين ويترسب الكربون بدون تفاعل. ادي المعادلة FeCl2 زائد H2 زائد كربون، يبقى انا كده حصلت على الكربون عنصر. طب بعيدا عن السؤال، لو كانت هي سبيكة بين فلزية وضفنا لها HCl، قال لي ده هيبقى مركب يتفاعل كمركب مع ال HCl، الحديد هيتفاعل مع الكلور يدوب، والكربون هياخد الهيدروجين ويتصاعد على هيئة غازات هيدروكربونية زي الميثان مثلا، ما حصلتش على الكربون. طب لو قال لي ازاي تميز بين سبيكة بينية من الحديد والكربون وسبيكة بين فلزية، هضيف HCl. في حالة السبيكة البينية هيترسب الكربون الأسود، في حالة السبيكة البين فلزية هتتصاعد غازات هيدروكربونية كريهة الرائحة. سؤال 7، أجريت تجربتان معمليتان كالتالي. التجربة الأولى 4 أنابيب اختبار وضع بكل منها المركبات التالية: كبريتات حديد ثنائي، كبريتات حديد ثلاثي، كبريتات منجنيز ثنائي، كبريتات منجنيز ثلاثي، ثم تركهم في الهواء الجوي لفترة كافية. يبقى أنت عندك هنا 4 أنابيب اختبار.
واحدة منهم فيها كبريتات حديد ثنائي، التانية كبريتات حديد ثلاثي، يبقى الحديد هنا ثنائي، الحديد هنا ايه؟ ثلاثي. التالتة كبريتات منجنيز ثنائي، MnSO4، المنجنيز هنا ثنائي، وكبريتات منجنيز ثلاثي، Mn2SO4I3، والمنجنيز هنا ايه؟ ثلاثي. سيبناهم في الهواء لفترة، يعني اتعرضوا لأكسجين الهواء. الأكسجين بتاع الهواء المفروض يأكسد الحديد والمنجنيز. الحديد الثلاثي مش بيتأكسد، اتفقنا من الحصة اللي فاتت الأكسجين عامل مؤكسد، الحديد الثلاثي مش بيتأكسد. يبقى هيتأكسد الحديد الثنائي، يعني كبريتات الحديد الثنائي هتتأكسد تتحول إلى كبريتات حديد ثلاثي. يبقى هنا اللون هيتغير. عرفت إن اتحول إزاي لما اللون بقى من أخضر لون الكبريتات بتاعة الحديد الثلاثي. أنا مش عليا الألوان بتاعتي، لكن أقول اللون يتغير. يبقى الأنبوبة رقم واحد يتغير اللون لحدوث أكسدة الحديد الثنائي إلى ثلاثي. طب ثلاثة وأربعة، منجنيز هنا ثنائي ومنجنيز هنا إيه؟ ثلاثي. إيه اللي هيحصل؟ قال لي ولا واحدة منهم هتحصل لها حاجة. ليه؟ قال لي الثلاثي مش هتتأكسد. طب والثنائي؟ ما كده تتأكسد وتبقى ثلاثي. قال لي يصعب أكسدة المنجنيز الثنائي إلى ثلاثي. إحنا واخدين القاعدة دي أو الملحوظة دي. المنجنيز الثنائي صعب أكسدتها إلى منجنيز ثلاثي، محتاجة ظروف خاصة. لأن المنجنيز الثنائي بيبقى المستوى دي نصف مكتمل، يعني مستقر. بالتالي كل التغير اللي يحصل في الأربع أنابيب إن الأنبوبة رقم واحد فقط هي اللي هتغير لونها بسبب أكسدة المنجنيز الحديد الثنائي. التجربة الثانية برضو قال لي أربع أنابيب، هنا كبريتات حديد ثنائي نفس المواد، كبريتات حديد ثلاثي، كبريتات منجنيز ثنائي، كبريتات منجنيز ثلاثي. يعني الحديد هنا ثنائي، المنجنيز هنا ثنائي، المنجنيز هنا ثلاثي. ثم أضيف إلى الأربع أنابيب قليلا من برادة الحديد وحمض الكبريتيك، يعني في كل أنبوبة حطينا شوية حديد وشوية حمض الكبريتيك مخفف. طب هو الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف يحصل إيه؟ H2SO4. قال لي ادينا كبريتات حديد ثنائي ويطلع غاز هيدروجين، يبقى في كل أنبوبة من دول هيطلع غاز إيه؟ هيدروجين. غاز الهيدروجين عامل مختزل، يعمل إيه؟ قال لي يختزل الثلاثي إلى ثنائي. الحديد الثنائي مش هيحصل له ايه؟ اختزال. طب المنجنيز الثنائي؟ لا مش هيختزل. يبقى قدامي حديد ثنائي ومنجنيز ثلاثي. طب الحديد الثلاثي هيختزل الى حديد ثنائي؟ قال لي لا، يصعب اختزال الحديد الثلاثي الى ثنائي، محتاج برضه ظروف خاصه. ليه؟ قال لي عشان الحديد الثلاثي هو الاكثر استقرارا، وبالتالي ما اقدرش اختزله الى اقل استقرار. يبقى الانبوبه واحد مش هيحصل فيها حاجه، الأنبوبة 2 مش هيحصل فيها حاجة لأن الحديد الثلاثي صعب الاختزال، المنجنيز الثنائي مش هيختزل، المنجنيز الثلاثي هو اللي هيحصل له اختزال إلى منجنيز ثنائي. ليه؟ لأن المنجنيز الثلاثي أقل استقرارا من المنجنيز الثنائي. يبقى إذن الأنبوبة رقم 4 هي بس اللي هيحصل لها تغيير، يتحول المنجنيز الثلاثي إلى منجنيز ثنائي، لأن المنجنيز الثنائي بيبقى أكثر استقرارا حيث أن المستوى الفرعي دي نصف مكتمل. طب افرض انا جيت يعني قلت جنب كده المنجنيز الثلاثي هيبقى ثنائي يختزل بالهيدروجين، وقلت ان الحديد الثلاثي يتحول لحديد ثنائي، ما فيهاش مشكله. لكن الاساس كله لازم اقول ان المنجنيز الثلاثي اللي يتحول بسهوله الى منجنيز ثنائي، لكن المنجنيز الثنائي صعب احوله الى ايه؟ ثلاثي. الحديد الثنائي سهل احوله لحديد ثلاثي، لكن الحديد الثلاثي صعب احوله الى حديد ثنائي. السؤال اللي بعد كده، إذا كنت مسؤول عن بناء مصنع لإنتاج الحديد بعد اكتشاف أنواع لخام الحديد في عدد من المناطق بمصر، ما هي شروطك لاختيار الخام المناسب اقتصاديا؟ وإذا أردت إنتاج بعض أنواع للسبائك، ما هي الطرق التي ستستخدمها في تحضير؟ اولا شروط اختيار الخام شروط عامه ومكتوبه عندي في الكتاب. هي تكون رقم واحد نسبه الحديد كبيره، يعني اختار الخام اللي فيه حديد نسبته عاليه زي مثلا الهيماتايت 69% او 70%. كمان يكون تركيب الشوائب بسيط، يعني ما فيش مركبات من الشوائب معقده صعبه ان انا اتخلص منها. الشرط الثالث نوعيه العناصر الضاره اللي بتبقى مختلطه بالحديد تكون قليله، يعني مثلا يكون نسبة الكبريت ونسبة الفوسفور ونسبة الزرنيخ تكون نسب بسيطة. يبقى نسبة الحديد كبيرة، تركيب الشوائب بسيط، نوعية العناصر الضارة تكون قليلة.
اما بالنسبه لطرق تحضير السبائك، دول طريقتين عامين اللي هما طريقه السهر وطريقه الترسيب، بس الترسيب الكهربي، ما اقولش الترسيب واسكت. السهر يعني نسيح العناصر مع بعض، الترسيب الكهربي عامله زي الطلاء الكهربي بس ما بطليش بعنصر واحد، لا بطلي بسبيكه، يعني بالانود اللي انا بستخدمه في الخليه يتكون من العناصر اللي انا هطلي بيها. المنجنيز عنصر انتقالي تركيبه الكتروني ارجون 18 4 اس 2 3 دي 5، ده التركيب بتاع الذره. رتب المركبات والايونات التاليه تصاعديا حسب التدرج في الزياده في العزم المغناطيسي. كل اللي مديهم لي دول مركبات منجنيز، وكل اللي انا عايز اعرفه اعرف العزم المغناطيسي في كل مركب هنا كام ورتبهم تصاعديا، وعشان اعرف العزم المغناطيسي كام لازم اعرف عدد الالكترونات المفرده، وعشان اعرف عدد الالكترونات المفرده لازم اعمل توزيع الكتروني للايونات، عشان اعرف الايون هنا يحمل كام شحنه، مش هعرف اوزع كده وخلاص، يبقى لازم احسب عدد تاكسده. يعني بالنسبه للمنجنيز O2 والمنجنيز في Mn2 O7 والمنجنيز في Mn2 O3 والمنجنيز في MnO والمنجنيز في MnO3 والمنجنيز في MnO4 سالب 2. احسب المنجنيز هنا، قال احسبه ازاي؟ اعوض على الاكسجين، الاكسجين عدد تاكسده دايما سالب 2، اضربه في 2 اللي هي عدد الذرات اللي قدامي هنا، زائد منجنيز، وكل ده لازم يساوي صفر. 2 في سالب 2 بسالب 4 تروح الناحية التانية موجب 4، يبقى المنجنيز هنا ايون رباعي. المنجنيز هنا من غير ما احسب، طالما الاكسجين متبدل مع 2 يبقى المنجنيز 7 من غير ما احسب، عايز احسب واتاكد، يبقى 7 في سالب 2 زائد Mn2 يساوي صفر، 7 في سالب 2 بسالب 14 تروح الناحية التانية موجب 14، موجب 14 على 2 يبقى المنجنيز هنا موجب 7. Mn2O3 طالما جنب المنجنيز 2 اللي هي عدد تأكسد الأكسجين يبقى المنجنيز 3، Mn موجب 3، عايز أتأكد أحسب، 3 في سالب 2 زائد Mn2 بيساوي 0، 3 في سالب 2 بسالب 6 تروح الناحية التانية بموجب 6، موجب 6 على 2 بموجب 3. MnO الأكسجين هنا بواحد، يبقى هنا بواحد، هنا 2 يبقى 2، على طول المنجنيز هنا ثنائي، عايز أتأكد، يبقى الأكسجين سالب 2 في 1 بسالب 2 زائد Mn بيساوي 0، دي تروح الناحية التانية موجب 2، يبقى المنجنيز هنا موجب 2. المنجنيز هنا أضرب 3 في سالب 2 زائد Mn بيساوي 0، 3 في سالب 2 بسالب 6 تروح الناحية التانية موجب 6، يبقى المنجنيز موجب 6. المنجنيز هنا 4 في سالب 2 زائد Mn بيساوي سالب 2، ليه في كل مرة بحط صفر؟ اشمعنى هنا حطيت سالب 2؟ بحط الشحنة اللي كاتبها على المركب أو على الأيون، يبقى سالب 2 بدل الصفر. 2 في 4 ب 8 بالسالب تروح موجب 8 وسالب 2 يبقى موجب 6، يبقى المنجنيز هنا موجب ايه؟ 6. حولت أنا كده كل عنصر في المركب بتاعه إلى أيون وعرفت يحمل كام شحنة. المنجنيز التوزيع بتاعه مديهولي ارجون 18 4 اس 2 3 دي 5، اوزع ارجون 18 4 اس 2 3 دي 5. طب هو موجب 4 يعني هيخرج 4، يخرج 2 من هنا و2 من هنا، يبقى ده فيها 3، يبقى اذا المستوى الفرع دي عنده 3 الكترون مفرد، يبقى عزمه هنا ب 3. طب هنا ارجون 18 4 اس 2 3 دي 5 ده موجب 7، يبقى خرج كل السبعة دول، يبقى اذا هنا عزم المغناطيس بصفر. طب المنجنيز الثلاثي ارجون 18 4 اس 2 3 دي 5 ده ثلاثي، يعني خرج 3 الكترون، يخرج الاثنين دول ويخرج واحد من الدي، يبقى الدي فيها 4، يبقى عزم المغناطيس ده موجب ايه؟ 4 اللي هو عدد الالكترونات المفرده. هنا ثنائي، يبقى ارجون 18 4 اس 2 3 دي 5 ثنائي يعني خرج 2، يبقى الدي فيها 5، يبقى عزمه المغناطيسي بيساوي 5 اللي هي عدد الالكترونات المفرده. ام ان هنا سداسي ارجون 18 4 اس 2 3 دي 5 سداسي يعني يخرج 6 الكترون، 6 يخرجوا ازاي؟ 2 من هنا و4 من هنا، يبقى الدي فيها 1، الدي فيها 1، يبقى عزمه بيساوي 1. طب المنجنيز هنا ثنائي زي دي بالظبط، هيبقى برضه عزمه يساوي ايه؟ 1. هو عايز ترتيب تصاعدي، يعني الاقل، اقل واحد مين؟ قال لي Mn2O7، Mn2O7
و7، اقل واحد في العزم المغناطيسي. طب الاعلى منه مين؟ قال لي الاثنين دول زي بعض عزمهم واحد، يبقى ام ان 2 و3 يساوي ام ان او 4 سالب 2. مين اعلى من دول؟ قال لي اللي عزمه 3 اللي هو ام ان او 2. طب مين اللي اعلى من 3 اللي هو الاربعة اللي هو ام ان 2 و3؟ طب مين اعلى من الاربعة اللي هو 5 اللي هو ام ان او؟ ده الترتيب بتاعي. يبقى الفكرة كلها لما يديني شوية مركبات واللي عزمهم ايه، لازم احسب عدد تأكسدهم وبعدين ابدأ اخرج الكترونات بعدد التأكسد اللي انا وصلت ليه، واشوف كم الكترون مفرط في الدي والعزم بيساوي عدد الالكترونات المفرط. السؤال اللي بعد كده، لديك أربعة سيقان متماثلة للعناصر التالية: تيتانيوم، نيكل، نحاس، حديد. وبيقول لي أيهم يمتلك أكبر قدرة على التوصيل الكهرباء؟ اللي يمتلك أكبر قدرة على التوصيل اللي عنده الرابطة الفلزية أقوى، واللي عنده رابطة فلزية أقوى اللي عنده عدد إلكترونات في الإس والدي أكثر. يبقى لازم أوزعهم وأشوف مين عنده إلكترونات في إس والدي مجموعهم أكثر، هيبقى رابطته الفلزية أقوى، هيبقى توصيله الكهربي أعلى. بالنسبة لتيتانيوم 22 هيبقى أرجون 18 4s2 3d2، ده عنده 4 إلكترون. النيكل 28 يعني أرجون 18 4s2 3d8، يبقى هنا في 10 إيه؟ إلكترون، لكن هنا في 4. طب النحاس عدد الذري 29 أرجون 18 4s1 3d10، هنا عنده 11. طب الحديد 26 أرجون 18 4s2 3d6، ده عنده 8، يبقى ده عنده 4، ده عنده 10، ده عنده 11، ده عنده في المستوى بتاع اس ودي 8 الكترون. مين عنده أكتر؟ قال اللي عنده 11 اللي هو مين؟ اللي هو النحاس. فالنحاس هو أكثر هذه العناصر توصيلا للتيار الكهربي، لأن رابطته الفلزية أقوى، ورابطته الفلزية أقوى لأن عنده عدد إلكترونات أكتر في المستوى S والمستوى D. هنكمل الأسئلة إن شاء الله الفيديو اللي جاي.